يتعمد عيدروس الزبيدي استبعاد الوزراء المنتمين لمحافظات شمال البلاد من لقاءاته التي يعقدها في القصر الرئاسي في عدن بصفته عضوا في مجلس القيادة. نعم، الزبيدي الذي يرأس المجلس الانتقالي يتجاهل وفق مصادر مطلعة لقاء الوزراء ونوابهم الذين ينتمون لمحافظات شمال البلاد. وقالت إن لقاءات الزبيدي منذ غياب رئيس المجلس الرئاسي عن عدن تنحصر فقط على المسؤولين من محافظات الجنوب. تحركات الزبيدي على هذا النحو تأتي وفق مراقبين ضمن توجه المجلس الانتقالي ومساعيه لفرض الأمر الواقع والذهاب بالبلاد نحو الانفصال وفق أجندة تدفع بها الإمارات والسعودية. هذا ويشهد المجلس الرئاسي تصدعا كبيرا بين أعضائه دفعت به أجندة المجلس الانتقالي ومساعيه لفرض الهيمنة والسيطرة مستغلا ميليشياته وسيطرته على الأرض والدعم الذي يتلقاه من الإمارات وتغاضي السعودية عن تجاوزاته. إذن ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع انضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي السيد محمد الغبري. مرحبا بك سيد محمد. إذن هناك تعمد من قبل عضو المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي باستبعاد الوزراء المنتمين للشمال وكذلك الاكتفاء فقط بلقاء مسؤولي الجنوب، كيف تقرأ تصرفات الزبيدي؟ نعم، مرحبا بكم. مرحبا. في البداية لا ننوه إلى أنه كان تشكيل مجلس القيادة هو عبارة عن مسخ لرئاسة الجمهورية، ذلك أن المجالس الرئاسية غالبا تكون فيها ازدواجية في السلطة وانقسام وتعدد مراكز قوى، وبالتالي يعني لا تكون منسجمة، مع أنه من شروط السلطة ووحدتها، وحدة إصدار الأوامر، وحدة اتخاذ القرار، وحدية اتخاذ القرار بمعنى أنه هناك يعني في نهاية المطاف شخص واحد يتخذ القرار بالنسبة للرئاسة. نعم. لكن الذي حدث هو تشكيل مجلس عبارة عن مراكز قوى. الأمر الثاني أنه هذا المجلس شمل يعني اشتمل على قيادات لميليشيات هي في من الناحية الموضوعية والقانونية هي عبارة عن ميليشيات متمردة خارجة على القانون، خارجة على النظام العام، خارج على الدولة. نعم. وبالتالي عندما تصعد هذه القيادات إلى أن تكون في مصدر القرار يعني أنها ستخدم أهدافها، وبالتالي يعني عمليا هي عملية إضعاف لسلطة الدولة وتمكين لسلطة الميليشيا، وبالتالي هذا الذي يجري في عدن الآن هو ترجمة فعلية عملية لهذه التشكيلة للقيادة. نعم، يعني في ظل غياب رئيس المجلس الرئاسي أصبح عيدروس الزبيدي يتصرف كأنه هو الرئيس الفعلي للبلاد، يعني برأيك هل بالإمكان ترميم علاقة أعضاء المجلس وكذلك توجيه مساره مجددا نحو الأهداف التي تضمنها بيان هذا التشكيل؟ هو هذا الذي يحدث من المفارقات العجيبة فعلا، يعني نعم. أنه يمارس عيدروس الزبيدي يعني صلاحيات الرئيس، يعني صلاحية رئيس دولة هو لا يعترف بها أصلا، وهو يعمل على تقريبها وتجزئتها. هذه من المفارقات. يعني الأمر الآخر أنه في تقديري أنه لا يمكن أن يكون هناك التزام على مستوى المجلس وعودة رئيس المجلس وممارسة المجلس يعني وإعادة اللحمة للمجلس وتوحيده إلا إذا كان هناك قرار سعودي خاصة، يعني نعم. إذا توفرت الإرادة السعودية فسيكون هناك نعم، فسيكون المجلس طبيعي بعدين يستطيع أن يقوم بأعماله بطريقة طبيعية. لكن حتى الآن الذي يحدث أنه السعودية تغض الطرف أو أنها موافقة ضمنيا أو تصريحا على ما يفعله الزبيدي والبليشية التابعة للإمارات، وبالتالي سيظل الأمر هكذا إلى أجل غير مسمى، بمعنى أنه ليس هناك سطح محدد لهذه الإجراءات التي تتبع الآن. ما يعني لا يعرف ماذا يريدون بالضبط، حتى عمليا يعني حتى المحاولة إقامة كيان أو انفصال أو يعني البيئة أو الأرضية غير نعم. مناسبة وغير ملائمة. سيد يعني محمد، كأن هناك فقط عملية بعثرات. نعم سيد محمد، هل نعتبر إذن تشكيل المجلس الرئاسي هو فقط شكلي لتمكين كذلك المجلس الانتقالي من السيطرة على البلاد وكذلك إعلان الانفصال وتمرير أجندة خارجية؟ هو
بالنسبه ربما يكون هذا من اهداف اريد المجلس، خاصه سلوك رئاسه المجلس وتفرق المجلس بعد تشكيله في الفتره الماضيه، يعني هو يدل على ان الموضوع يسير في هذا السياق. نعم. باتجاه يعني التمكين للسلطات التابعه للانتقالي وتابعه للامارات، حتى ايجاد كيان انفصالي يبدو الامر صعبا، يعني هو ليس ممكنا، فانما يذهبون الى يعني عمليه تجزئه وبعثره للبلاد كلها، بدليل انه حتى القوات التي مع الانتقالي او التابعه للامارات هي مجموعات وليست قوات، يعني قوات لتكوين دوله او انشاء كيان. نعم، هي مجرد ميليشيا. إذن الكاتب والمحلل السياسي السيد محمد الغابري كنت معنا، شكرا جزيلا لك.